جابها بوصوفا في شباك جنوب افريقيا. نعم فكينا العقده مع الكوت ديفوار، فكينا العقده مع جنوب افريقيا، واللي جا في المقله غيتقلى كما يقولون. وان شاء الله الاسود هذه السنه اللقب، وان شاء الله الاسود غيجيبوها. نحن مع الجزائر ايضا ومع المنتخبات العربيه، وساعلق لكم على هدف بوصوفا. هذه كره عرضيه ياخذها، هو جول 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 جول. بوصوفا عمل لها بوم وعاود عمل لها بوم، والمره الثالثه بوم. نفس مقابله في اجواء مزيانه، ثلاثة الماتشات ثلاثة نقاط على رأس المجموعة، كنفتخروا بمنتخب وكنتمناو نطيحوا مع شي فريق بحال مدغشقار ولا شي لعيبة بحال هكا، وإن شاء الله في الفينال. هذا ما كاين، الحمد لله على 9 بوان. شتي المغرب اليوم وفي الماتش ديال الكوديفوار شفت شو المستوى ديال المنتخب المغربي، وخا ساء الظن ديالنا في الماتشات ديال الوديين، والحمد لله حيدنا مهم واحد 20% ديال العقدة ديال جنوب أفريقيا. وبغيت نوضح واحد السؤال اللي طاري دابا من بين حكيم زياج، كنا متوفرين منه عيعطينا شي حاجه المزيد الكاتي للمنتخب المغربي وما عطاش، حنا هانيه ماشي مشكل، هذه كتكون اي لاعب كتكون عنده فتره فراغ. والحمد لله انا كنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم، والحمد لله وفيف ماغو.